الاسم ديالي التولي الامين، ساكن في طنجة، طريق الجبل 167 درادب. هذه عام 1971 وحنا في الهجره في بلجيكا، قورنا شي فليسات هبطناهم ودابا شبرنا التقاعد، هودنا من الارض. قال لك اودي الارض جاتك المراجعه، عمل مراجعه، وهاد المراجعه هذه ما كيعرفوا لا ارض ولا والو. هاد الناس هادو الله يغفر لنا ولاهم، خصهم يعرفوا الارض ويشوفوا ويخرجوا الخبير ويشوفوا الارض شنو كتسوى تما وشنو كتسوى، غير الغابه والحجار والويدان فيها. اذا هاد الناس هادو اللي تعدوا علينا ماشي حق، يخرجوا يشوفوا شنو كاينه. قال لي خصك تخلص 200 مليون، بقيت معاهم نزولوا لي 170 مليون، قال لي دابا 32 مليون. قلت لهم انا ما خلصكم تاريخ، انا هادشي هذا انا ما خلصكم، انا مظلوم. فهمت؟ دابا بقى لنا النقاش مع 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 المدير. المدير قال لي يا ودي انا ما نقدر نعمل معك والو. اذا هادشي هذا كنطلبوا من سيدنا يوقف معنا على هذا، ماشي غير ديال كلكه ديالي انا، راه كاين الناس بزاف بحال ما عرف على هذا.